طيب اسمح لي نشرك معنا العقيد حاتم الفلاحي، وهو خبير عسكري واستراتيجي وله إطلالة أيضا على الشأن السياسي والقانوني. سعادة العقيد أهلا ومرحبا بكم معنا. حياكم الله، تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناتكم الكريم. اسمح لي أبدأ معك حياك الله بخبر كأنه جاء مفاجئ هذا اليوم، ما صدر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي، كيف تنظر إلى هذا القرار؟ والله حقيقة يعني هذا القرار أنا طلعت قبل قليل على هذا الخبر، يعني من الناحية العملية أعتقد بأن هذا القرار لا قيمة له. بالنسبة لروسيا، نعم أنت تتكلم مع دولة عظمى، يعني لا يمكن لك أن تتكلم بهذا الأسلوب. يعني وإذا كانت هناك هذه المحكمة تقدم مجرمين، فيجب عليها أن تقدم الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي قام بغزو العراق مع توني بلير عام 2003، لأنه تقريبا الفعل متساوي ما بين روسيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية في عملية غزو البلدان بدون سند قانوني من قبل مجلس الأمن أو الأمم المتحدة. فأنا أعتقد بأنه لا قيمة له على على على, على بالنسبة لروسيا يعني. لكن سيد فلاحي، هل هذا ينفي ارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا؟ لا ابدا، هذا لا ينفي، ولكن احنا نتكلم عن 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 يعني عندما تصدر الاحكام يجب ان تكون هناك قوه قادره على تنفيذ هذه الاحكام. انا اعتقد بانه ليس هناك قوه قادره على ان تنفذ هذه الحكم على هذا الحكم، خصوصا وان هذا الحكم قد يكون هو غير ملزم لكثير من الدول، يعني ليس فقط لروسيا يعني. طيب ابقى مع سيد فلاحي. دكتور محمد المصري، القرار رمزي حتى من باب الرمزية له أهمية ولا لا؟ أبدا لا قيمة له، قرار فارغ. لا هو من ناحية العملية يعني كما قلنا ليس له أي قيمة، لأنه بالنهاية من يستطيع أن يأتي أو يعتقل بوتين ويأتي به إلى المحكمة الدولية؟ الآن روسيا ترعب يعني أوروبا، يعني من يستطيع أن يأتي به؟ ولكن القرار له قيمة معنوية سياسية، وهو مؤشر على تصعيد أوروبي يعني كبير جدا في وجه روسيا، تصعيد يعني غربي ليس فقط أوروبي، لأنه أنا يعني أظن الله أعلم أن وراء هذا القرار هو الأمريكيون أكثر من الأوروبيين، فبالتالي هو تصعيد يعني جديد ضد روسيا. الآن هناك يعني مؤشرات على أن الغرب يريد أن يصعد، وخاصة أمريكا. أوروبا ربما وبعض دول أوروبا ترى أن هذا التصعيد سيكون على مصلحة أوروبا، وهذا صحيح. لذلك نحن منذ اللحظة الأولى قلنا أن هذه الحرب هي كمين عالمي نصبته أمريكا لكل من أوروبا وروسيا، والكبش الفداء والضحية كان الأوكرانيون. أمريكا تريد أن تصعد، تريد أن تبقي على حالة التوتر في أوروبا لأسباب سياسية وجيوستراتيجية وأيضا أسباب اقتصادية وكثير من الأسباب يعني. فبالتالي تريد أن تبقى على هذه الحرب، كلما يعني هذه الحرب يعني ظهرت بعض البوادر أنها ستخبو تسعر أمريكا من جديد، وبالتالي هذا الأمر هو في إطار التصعيد المستمر. والتصعيد إذا لاحظنا منذ بداية الحرب حتى الآن هو تصعيد تراكمي وتدريجي، بمعنى أنه ما كانت خطوط حمر في بداية الحرب أصبحت الآن يعني تقام. يعني أعطيك مثال، تسليح أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة مثل الدبابات وغيرها، مع أنه الآن في تعسر بهذا الموضوع، ولكن أو حتى أمدادها بالطائرات. يعني كان في بداية الحرب ربما خطا احمرا لكثير من الدول باعتبار انها لا تريد ان تصعد وتدفع روسيا الى مكان لا يحمد عقباه يعني، والذهاب نحو حرب شاملة. ولكن الان اصبح هناك يعني امداد لاوكرانيا بهذه الاسلحة، فبالتالي نحن امام عملية تراكمية تصاعدية من التصعيد في وجه روسيا. سعادة العقيد حاتم الفلاحي، اذا نظرنا الى سير المعارك الان مؤخرا خاصة في باخموت، إلى أي مدى يمكن القول بأنه ملف بوتين يكبر أمام ما يمارسه الجيش الأوكراني وميليشيا فاغنر هناك؟ نعم، بداية دعني أعقب بشيء بسيط على قضية المحكمة الدولية. تفضل. المحكمة الدولية هي أحد أدوات النظام الدولي لتركيع الدول والشعوب، يعني هذه تستخدم حسب الأجندة التي تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر القطب الأكبر الآن في العالم. وإلا بالتالي لو جئنا إلى الجرائم التي ارتكبت في المنطقة، بشار الأسد استخدم كيمياوي ضد شعبه وهجر أكثر من 15 مليون سوري، لماذا لا تقوم المحكمة الدولية باعتقال بشار الأسد؟ أنا أعتقد بأن هذه تستخدم كأداة للضغط على الدول ليس إلا، وتستخدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حصرا، وبالتالي هي إحدى أدوات الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الدول. هذا واحد، النقطة الأولى.
Thank you.